6 أقاليم، 2 في الجنوب و4 في الشمال بقرار من لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوار اليمني، ليتحول الاسم من جمهورية اليمن إلى جمهورية اليمن الاتحادية. هل يعيد هذا الاستقرار إلى اليمن؟ نقطة حوار بعد قليل. حوار جديد مع محمد عبد الحميد، أهلا بكم. بعد حوار استمر أكثر من نصف عام، الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ابن الجنوب يعلن قرار تحويل اليمن إلى دولة فيدرالية. قرار اللجنة تقول هي إنه اتخذ لاعتبارات جغرافية وسياسية وبعد دراسات علمية، والأهم بعد جدل طويل. قرار اللجنة تؤمن هي أنه يوفر مرونة سياسية وقدرة على التعاطي مع متغيرات إقليمية وداخلية، ويوفر قبل كل شيء استقرارا وحدا لاضطرابات وصراعات لا تنتهي يعيشها اليمن. اللجنة يبدو أنها مرتاحة كثيرا لقرارها وترى فيه الخلاص. آخرون في الشمال والجنوب يرون فيه وبالا وكارثة. الحوثيون أعلنوا رفض الشكل الجديد لدولتهم، وقالوا إنه يقسم اليمن إلى أغنياء وفقراء، خاصة بعد أن حرموا من أي منفذ على البحر ومن التأثير على مناطق النفط وفقا للوضع الجديد. قسط كبير من أبناء الجنوب يرون الفيدرالية ظلما بينا بنيت على أطلال وطن انتزع بعد حرب ظالمة، ويرون أن الحل الأمثل هو الانفصال، والأهون كان الفيدرالية ولكن في إقليمين وليس 6. المعترضون ينوون مواصلة الاعتراض. هل يمكن أن تعيد الصيغة الفيدرالية الاستقرار السياسي لليمن؟ هل يقوض اعتراض قطاع كبير من الحراك الجنوبي أو الحوثيين هذا الاستقرار؟ أم ينجح مؤيدو الفيدرالية في إقناع معارضيهم؟ حياتك أنت كمواطن يمني، هل ستتأثر سلبا أم إيجابا بتغيير هيكل بلدك؟ شاركونا الحوار اليوم على وسائلنا المعتادة في نقطة حوار. هاتفية 00-44-20-776-50-211، ونصية 00-44-79-30-4-0-4-0-7، أيضا على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر محمد عبد الحميد BBC. كالمعتاد حوارنا هنا في نقطة حوار يدور كذلك، لكن عبر وسائط أخرى إلكترونيا. اليوم يتابعه زميلي محمود القصاص. يا محمود. محمد، أحد المشاركين أرسل إلينا يقول الأقاليم لن تحل مشاكل اليمن، خاصة مشاكل أبناء الجنوب، لأنه لم يتم استفتاؤهم وهذا حق مشروع لهم، وكذلك لعدم مشاركتهم بالحوار من الأصل، حيث أتي بأفراد ينتمون لأحزاب يمنية ولا يمثلون إلا أنفسهم وأحزابهم. شعب الجنوب يريد تقرير مصيره ولا شيء غير تقرير المصير. بالطبع هناك آراء أخرى تؤيد إقامة الدولة الاتحادية في اليمن، وترى أنها مثل هذه الدولة هي الحل الأنسب والأسلم لليمن حاليا. سأتعرف على مختلف الآراء لاحقا في البرنامج، فتابعونا. إليك محمد. شكرا يا محمود، سنعود إليك بالتأكيد لاحقا لاستعراض بعض هذه الآراء، لكن من الآراء أيضا التي تشكل عاملا أساسيا في نقطة حوار دائما الآراء العشوائية التي كثيرا ما نأتي بها من الشوارع المتعلقة بموضوعنا اليوم، هي شوارع صنعاء بالتأكيد، لأننا هناك توجهت كاميرا نقطة حوار وسألت اليمنيين عن تأثير الشكل الجديد للدولة، تأثير الدولة الفيدرالية على الاستقرار في بلدهم. هذا التقسيم يحقق اليمن الاستقرار والأمن إذا توفرت فيه الإرادة الصادقة والقوية والعزيمة المخلصة والنفوس الطيبة والإيمان العميق باليمن، وأنه لابد من الخروج باليمن إلى بر الأمان. طبعا أنا أعتبر التقسيم هذا هو نتيجة ضعف وصل إليه القادة كلهم، لأن القضية تتعلق بالإدارة، فإذا كان هناك حسن إدارة الأمور ستقوم على ما يرام، لكن عندما يكون هناك نوايا خبيثة أو نوايا عبثية أو كذا، فكل إنسان يحاول أن يتجه بحل، هذا الحل لا يخدم الوطن نهائيا. لا يعيد أمنها واستقرارها، لأنه لم يلبي تطلعات الشارع الجنوبي الملتهب منذ عام 2007. في ناس بيطالبوا بانفصال، كنا بنحس أن احنا بننفصل، بنبدأ بنكون شطرين، الآن كأنه تحس أنه صرنا أكثر من شطرين، بس أعتقد أنه حل أمثل لأوضاع أوضاع حاصلة في الوقت هذا. نقول إن شاء الله ستعيد أمنها واستقرارها، ونأمل في الحكومة الجديدة وفي الرئيس الجديد عبد رب منصور هادي بأن يعلو اليمن إلى
يعني الى ما لا يعني الى المكان الى الدرجه يعني التي لن يتوقعها اليمنيين سابقا. هذه اراء بعض من ابناء الشارع اليمني، لاحقا سنستعرض اراء اخرى تاتيكم مباشره عبر كاميرا نقطه حوار، لكن ابرز ما استمعنا اليه ان الشكل الجديد للدوله اليمنيه ربما يحقق بعضا من الاستقرار، لكن اذا توفرت الاراده. ايضا بعض الاراء تحدثت عن ان الشكل الجديد لم يلبي كثيرا تطرعات ابناء الجنوب، وان البلد صارت اكثر من شطر الان، بمعنى البعض يؤيد والبعض يعارض. كيف تفكرون أنتم عبر اتصالات هاتفية كثيرة الآن معي في نقطة حوار؟ مروان، محمود، عمار، خالد، الجميع يريد أن يشارك معنا، وأبدأ بمروان. مروان يحدثني من تعز على وجه التحديد. مروان أهلا بك، هل تعتقد أن الشكل الجديد الفيدرالية اليمنية الجديدة هي الحل للوصول إلى استقرار؟ السلام عليكم. عليكم السلام. النظام الفيدرالي هو أكثر نظام مناسب لهذه المرحلة، لأن البلاد تمر في ظروف صعبة والاقتصاد متدهور، ومن جهة أخرى فقد تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار بأغلبية، لذلك يجب على الجميع وعلى جميع المواطنين الالتفاف حول الدولة في هذه المرحلة الصعبة لإخراج الوطن من دور الاقتتال المذهبي والطائفي. طيب، لكن إذا الشكل الأمثل يا مروان وفقا لوجهة نظرك هو ما تم الوصول إليه، لكن الجانب الآخر يطرح فكرة مغايرة تماما، وأن الأمر ربما يكون بداية لانقسامات حقيقية على الأرض، كيف ترد على آراء كتلك؟ طيب، إذا افترضنا أن آراءهم صحيحة، فما هو الحل برأيهم؟ هل نقتتل؟ أم ما هو الحل برأيهم؟ كما يظن الجميع. فهناك الآن قوى مسلحة على الأرض تتحرك لتخريب هذا الوطن، وهناك أموالا تضخ لتدمير هذا الوطن الذي نتشارك فيه في نروج بناء دولة وطنية مدنية حديثة على أساس المساواة، ليس على أساس الطائفية أو الحزبية. هذا ما نريده نحن اليمنيين. طيب، ربما سؤال ما هو الحل هو سؤال جدلي مر عليه وقت طويل من جولات الحوار، وبه أتوجه لضيفي الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية سيد حامد البخيتي الكاتب الصحفي والعضو في حركة أنصار الله الحوثية. سيد حامد أهلا بك، أعلم أنكم تعترضون على الكثير من النقاط فيما يتعلق بالشكل الجديد للدولة اليمنية، لكن كما استمعت إلى المتصل ضيفي الآن على الهاتف هو يتحدث عن أن هذا هو الحل الوحيد أو الحل الأفضل. دخلتم جولات حوار كثيرة دامت لأكثر من نصف عام، وهذا أفضل ما استطعنا الوصول إليه، لماذا تعترضون إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما الآراء التي طرحت أو ما سمعناها من آراء هي تعبر عن آراء يمنية، لا تعي ما حدث، لا تعي خطورة ما حدث من قبل اللجنة التي عدت أو التي أساقت هذه الأقاليم. الخطورة لا تكمن في أن اليمنيين قسموا إلى أغنياء وفقراء، الخطورة تكمن في أن هنالك أن اللجنة قدمت خطة معدة سلفا من قبل دول الجوار تحقق لهم إقليم، تحقق لهم فئة كبيرة من الشعب اليمني فقراء لينعزلوا لحالهم، وتحدد لهم فئة قليلة هو إقليم سبا وإقليم حضرموت بثروات طائلة بكل الثروات النفطية في اليمن. لكن كما يعني ذكرت جولات الحوار يا سيد حامد استمرت لأكثر من نصف سنة، جولات حوار متواصلة تتعثر أكثر مما تسير، وليس بالإمكان وفقا للكثيرين أحسن مما كان. ما هو العرض البديل المختلف؟ البديل هو أن تقسم اليمن بالتساوي بين اليمنيين، من سواء بمعايير متساوية، سواء في المعيار الاقتصادي أو في المعيار الجغرافي أو في المعيار الاجتماعي. هذا هو ما تقول اللجنة أنها قامت به، تقول أنها اعتمدت في التشكيلة. هذا غير صحيح. كيف؟ هذا غير صحيح. تعال 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 ننظر إلى التقسيم، نشاهد إقليم حضرموت وإقليم سبا رغم يبلغ مساحة السكانية فيها 75% من إجمالي مساحة اليمن، وعدد السكان 13%، وبقية والثروة النفطية
كلها تتمركز في هذا الإقليمين الذين هما بالقرب من جوار بالقرب من السعودية التي تسعى بهؤلاء أن ينفصلوا، وهناك مبادرات للانفصال في هذه الأقاليم التي لها ثروة طائلة أو تركز فيها الثروات. طيب. يجب أن تقسم الثروات وكل مقدرات اليمن بين اليمنيين بالتساوي. ليس على هذا الشكل. لا مشكلة في كيفية الشكل من عدد الأقاليم أو سواء إقليمين أو ستة أقاليم ما دامت هناك تقاسم للثروات بين طيب اليمنيين بشكل متساوي. هذه النقطة سأعود إليها يا سيد حامد، ما هو الشكل الأمثل الذي يمكن أن يحقق العدالة من وجهة نظركم؟ لكن مروان أريد أن أسمع تعقيبه، استمعت لما قاله السيد حامد يا مروان، هو يرى أن التقسيم التي حدثت لا تحقق طموحات اليمنيين جميعا، وربما هي مبنية على معايير خاطئة. طبعا الأستاذ يتكلم عن خطوة من خطوات مؤتمر الحوار. مؤتمر الحوار والوثيقة التي وقعوا عليها جميع الفرقاء السياسيين تقول أن هناك ستكون دولة اتحادية فيها دولة مركزية، وهناك سيتم تقسيم ثروات هذه الأقاليم بين جميع اليمنيين، ليس كأقليم. كل أقليم سيكتفي ببناء البنى التحتية له، والباقي سيروح إلى خزينة الدولة لتفرق بين اليمنيين بالتساوي. لذلك يجب أن نتفاءل بخيرا، نتفاءل بخيرا، ونريد بناء جيش قوي ودولة قوية لكي تقوم بحماية نحن المواطنين اليمنيين. لا نريد قتال طائفي ولا نريد نزاعات داخلية تفشل اليمن توصلها إلى صومال جديدة. نريد بناء دولة يمنية حديثة تقوم على قيام المتساوى بين المواطنين وليس الاقتتال. طيب سيد حامد سريعا حتى أتحول إلى متصل آخر، إذا كان لديك تفسير للرؤية الأمثل للتقسيم. إذن أنت قلت أن العبرة ليست في العدد ولكن في عدالة في التوزيع، كيف نصل إلى هذه النقطة؟ أيضا هناك ما لا يعلمه اليمنيين أن هذا التقسيم أو هذه اللجنة أو من أعد هذه الخريطة أضاف لليمن صراع جديد، وهو صراع اقتصادي، صراع على المال، على الثروة، بحيث جعل الفقراء في أقاليم منعزلة عن الأقاليم التي تكمن فيها الثروات. طيب أنت إلى الآن لم تقدم لي رؤية محددة يا سيد حامد، كيف يفكر الحوثيون؟ ما هي الرؤية أن يعاد تقسيم اليمن أو فدرالته بشكل عادل يراعي المعيار الاقتصادي والمعيار الجغرافي والمعيار الاجتماعي وعدد السكان والمعيار الثقافي. اللي هو ايه ما هو المعيار العادل؟ اما ان يكون باقليمين، بحيث تكون كل محافظه واسعه بحكم محلي واسع الصلاحيات على مستوى المحافظه. طيب. او يكون بسته اقاليم وتكون فيها صنعاء والجوف وعمران في اقليم، وان تكون صنعاء ومارب وذمر والبيضاء في إقليم، وأن تكون شبوة ولحج وعدن وأبين والضالع في إقليم، وهكذا بحيث يتشارك اليمنيين الثروة والجغرافيا والمساحة. طيب خالد المختاري هو يمني لكن يقيم في الرياض، دعنا نسمع لوجهة نظره، هل يقبل الطرح الذي قدمته يا سيد حامد؟ يا خالد اتفضل. نعم أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدين قناة البي بي سي. يا أهلا وسهلا. كما أحب أن أحيي شباب الشعب اليمني كافة شمالا وجنوبا بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الشباب الشعبية السلمية. وأولا أقول إن 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 بالنسبة للحوار لما نتج عن الحوار بما نتج عن الحوار إنه ناتج عن ما يحيق بشباب الشعب اليمني من ناحية الوحدة، وإن الدولة الفيدرالية الاتحادية القوية هي ستكون الحل الأمثل بالنسبة لليمنيين كافة. طيب لكن الطرح الذي قاله سيد حامد يختلف تماما يا خالد، هو قال إن التوزيع التي تمت هي توزيع ليست عادلة، وبالتالي هي مدخل للمزيد من المشاكل على الأرض لاحقا.
لا أخي الكريم، وجهة نظرنا بالنسبة تختلف تماما عن الأخ، لأنه نحن نسعى لإنشاء دولة فيدرالية اتحادية قوية ذات إرادة سياسية وذات نظام عادل. أخي الكريم، أن أخونا يسعى لتقسيم أقاليم على حسابه الخاصة أو على حساباته الخاصة، يريدون تقسيم اليمن أقاليم على مزاجتهم. طيب. وهذا بالنسبة لتقسيم اليمن، لقد تحاور الشعب اليمني كافة شمالا وجنوبا من جميع الفئات وقرروا على هذا التقسيم. طيب، الحوثيون إذن يا سيد حامد، وفقا لما قاله خالد، يريدون تفصيلة خاصة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة لهم دون غيرهم. أضيف فقط إلى ذلك أن التقسيم بالشكل الحالي حدث، المرسوم الرئاسي صدر، أليس من الأولى أن يلجأ الحوثيون إلى محاولة ضمان تطبيق جيد على الأقل للفدرالية لتحقيق مصالح أكبر بالنسبة لهم، بدلا من محاربة الفكرة بمجملها التي صارت أمرا واقعا؟ أولا المشكلة والفكرة لا مانع منها وهي مقبولة، المهم أن تكون هنالك عدالة في توزيع الثروة بين اليمنيين. اليمنيين لا يعون أن الفدرالية الآن بشكلها الحالي جعلت من ثروة اليمن كلها تقع في إقليمي سبأ وإقليم حضرموت، وهذا الإقليمين نسبة السكان فيهم 13% من نسبة سكان المجتمع اليمني بشكل عام. طيب، ما هم ما زالا من اين سيأكل الفقراء في الاقاليم المختلفه؟ ما هم الاقليمان ما زالا ضمن يجب تشكيل أن تخضع الدوله، يعني هم ما زالا جزءا من الدوله. يجب ان تخضع الاقلمه لفدراليه عادله بحيث يحصل التقاسم في الثروات والمنافذ البحريه وحل القضيه الجنوبيه. ايضا هذا لا يحل القضيه الجنوبيه، طبعا اليمنيين يعتقدون بان هذا الخيار هو يحل القضيه الجنوبيه، بالعكس هو لا يحلها ابدا، بل يهيئ لانفصال ترضاه السعوديه، بحيث تضم اقليم حضرموت واقليم سبأ الذي تكمن فيه الثروه الى دول الخليج. وهذا ما تهدف اليه السعوديه. طيب، عمار من صنعاء يريد ايضا ان يشارك بوجهه نظره، تفضل يا عمار. السلام عليكم، مساء الخير عليك سيدي وعلى المشاركين الكرام وعلى جميع المشاهدين الاعزاء. مساء الانوار. أهني الشعب اليمني العظيم والقيادة السياسية بحلول الذكرى 11 فبراير الخالدة. ما وصلنا إليه اليوم نحن في اليمن من إعلان الدول الاتحادية، وهو بعد نضال استمر 3 سنوات لشباب الثورة في الساحات، أو النظام السياسي اليوم بشكله الجديد في الدول الاتحادية هو المدخل الحلقة القضايا العالقة، ويجب ان لا يخاف الشعب اليمني من الأقلمة، ولكن يجب ان تكون هناك مشاريع توعيه لتسويق هذا النظام الجديد. لكن هل هذا جائز يا عمار اذا كانت هناك فئه من المجتمع اليمني وقطاع لا نستطيع ان نتجاهله ما زال يعتقد ان الطريقه التي تمت بها اعاده تشكيل الدوله هي طريقه ليست عادله؟ هذه من يحاول ان يسوق هذه التسويق هم مراكز النفوذ الذي خسرت نفوذها، والذي تقلص في الأقلمة تقلصت نفوذها في مراكز الدولة. لكن من خلال ما يطرحه البعض على مسألة أنه في إقليم سوف يتسلط على السلطة أو الثروة سيكون هو الأغنى والإقليم الآخر سيكون هو الأفقر، هذا كلام لا واقع له. هناك دستور سوف يشكل ويحدد فيه كم نسبة كل إقليم من الثروة القومية الموجودة فيه، وكم نسبة ما يعود للمركز بحيث يعود توزيعه إلى بقية الأقاليم. لكن التقسيم هناك تم بوفق معايير أخذتها لجنة التقسيم وأيضا مبادئ، كان أهم المعايير وهو التقارب الجغرافي. نعم. أما نحن نحاول أن نحن نسوق لوهم اسمه أنه في إقليم سيسيطر على الثروة وإقليم سيكون ليس له منفذ بحري، فهذا كلام غير منطقي وغير واقعي ويتنافى مع مطامع الشعب اليمني. الو، تمام يا عمار، وجهة النظر واضحة بشكل كبير، لكن بعض النقاط ربما الأهم يا سيد حامد تتعلق بالمستقبل الآن. يعني إذا كان
الوضع به آراء مع وآراء ضد، آراء تؤيد وآراء لا تؤيد. ألا تعتقد أن ما يتعلق بخطوة المستقبل الآن على الأقل على الحوثيين أن يعيدوا التفكير في خطوة مستقبلية؟ يعني كيف ستتحركون في المستقبل؟ هل ستستمرون في معارضة فكرة الفيدرالية أم تسعون إلى إطفاء بعض الرتوش عليها ربما حتى تعود عليكم بالنفع؟ الآراء المؤيدة هي تؤيد الفيدرالية التي نحن نؤيدها، أما لا الآراء المؤيدة لا تؤيد الطريقة التي تم بها تقسيم اليمن وتجزئته بما يضيف إلى الصراعات التي تعاني منها اليمن، صراع اقتصادي على الثروة. لا يعي معظم اليمنيين خطورة ما حصل، هذا ما حصل هو خطة معدة سلفا من قبل السعودية وليست من قبل اليمنيين، وقع عليها بعض أعضاء اللجنة. الحراك الجنوبي يرفضها، أنصار الله يرفضونها، الحزب الاشتراكي أيضا يرفضونها. ما حصل لا يرفضون الفيدرالية نفسها سواء في 6 أقاليم أو إقليمين، هذا لا مشكلة فيه. الرفض للآلية التي تم فيها توزيع مقدرات الشعب وثرواته، سيعيش غالبية اليمنيين فوق دون أدنى مستوى لخطوط الفقر. طيب شكرا يا سيد حامد، وهذا ما لا يعيه اليمنيين. شكرا جزيلا، ابقى معي وأدعوك للاستماع لبعض الآراء الأخرى، آراء عشوائية جمعناها أيضا من اليمن عن ذات القضية. لا نؤيد الحراك الجنوبي والحوثيين لأنه تم الاتفاق على مخرجات الحوار من جميع الأطراف وتم التوقيع عليها، لذلك ما علينا إلا أن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل إخراج اليمن من الأزمات المتوالية والأزمات التي الحالية. من وجهة نظري أنا أشوف أن الدولة الاتحادية تحل كثيرا من القضايا وعلى رأسها القضية الأم، يعني قضية الانفصال. نحن نؤيد يعني معارضة الحوثيين والحراك الجنوبي لهذا التقسيم، لأن هذا التقسيم غير منطقي ولا يستند إلى أساس من الواقع، فهو عبارة عن أقلام على ورق، ولذلك فهذا يصب في خانة المصالح الدول. أنا أؤيد معارضة الحوثيين وأنصار الله والحراك لمشروع الأقلمة ومشروع تمزيق اليمن إلى 6 دويلات. أنا لا أؤيد المعارضة في الشكل الدولة الجديدة، لأن الناس دخلوا جميعا في حوار، والحوار خرج بنتيجة بوثيقة، والوثيقة هذا أعدتها أبناء الشعب كامل. طيب ضيفي ما زال معي السيد حامد البخيتي الكاتب الصحفي والعضو في حركة أنصار الحوثية، ما زال معي. سيد حامد، قوة كانت مؤثرة إلى حد كبير في الشكل الذي نراه الآن في اليمن، قوة ما يسمى بشباب الثورة، هذه القوة وتصريحات كثيرة صدرت منها على رأسها رموز مثل توكل كرمان الحائز على جائزة نوبل، يبدو أنها ترضى كثيرا بالحل الذي قدم أو على الأقل تريد أن تعطيه فرصة، لماذا لا يقبل الحوثيون بذات الأمر؟ الخطة أو اللجنة التي القوى التي وافقت هي أعضاء هم الإصلاح والمؤتمر، وأي أشخاص ينتمون إلى هذه التيارات سيوافقونهم دون علم، دون المعرفة الحقيقية بما بخطورة ما حصل. ما حصل هو كارثة بحق الشعب اليمني، وهو خطر سيهدد أمن واستقرار اليمن، وهذا ما أرادته من وضعت هذه الخطة أو من وضع هذا الشكل من الأقلمة. هذه الأقلمة لم تخضع لأي معايير، ولم تستند إلى خبراء، ولم تراعي حتى القرار الرئاسي الذي حدد كيفية عمل هذه اللجنة. وأيضا هذه اللجنة تم الالتفاف على أعضائها بحيث جعلوا من الذين يرفضونها رأيهم غير مقبول. طيب لكن القرار صار أمر واقع مرة أخرى، أعيدك لنفس النقطة المرة الثالثة ربما، القرار صار أمر واقع، ما هو التحرك المستقبلي؟ قرار الفدرالة، هذا أنت تتحدث عن قرار الفدرالة أم طيب. على قرار الفدرالة تقسيم نفسها؟ قرار الفدرالة نحن نقبل به جميعا اليمنيين، ولكن على أساس أن تكون حل القضية الجنوبية، وعلى أساس أن تتقاسم أن يتقاسم اليمنيين ثرواتهم، وأن تحل مشاكل الفقر، وأن تكون أساس لتحقيق الاستقرار،
وليس على هذا الأساس الذي يهدد أمن اليمن. هذا يضيف صراع جديد. طيب مستقبلا ماذا ستفعلون؟ مستقبلا ماذا ستفعلون يا سيد حامد؟ صراع الثروة. مستقبلا ماذا ستفعلون؟ نحن نعترض على هذا الآلية ولنا خطوات لم نعلن عليها. نود نتمنى أن تتراجع اللجنة وأن تتراجع القوى الوطنية عن وأن يتراجع هادي. طيب عن هذه هل تستطيع أن تخبرنا بها ببعضها إذا كان لديكم رؤية لها بعض هذه الخطوات؟ أما أن يكون هناك تعاد اللجنة وتعاد عملها وأن يستعين أعضاء اللجنة بخبراء وأن يتم تقسيم اليمن على أساس معايير حقيقية، معايير علمية، معايير موضوعية، ليست بهذه الطريقة الهمجية التي تم تشكيل هذه الأقاليم. أو إما لابد أن يكون هناك أو ماذا؟ أو هناك تصعيد في الشارع. يبقى إذن الشارع. شكرا جزيلا. كان معي السيد حامد البخيتي الكاتب الصحفي والعضو في حركة أنصار لا الحوثية. استعرض وجهة نظر ليس الحوثيين فقط، قطاع لا بأس به أيضا من أبناء الجنوب ربما ضد فكرة الفيدرالية ويرون أنها تمت بطريقة ليست ملائمة. الخلاف كان على الفكرة بالمجمل، الخلاف أيضا كان على عدد الأقاليم وما إذا كان نذهب إلى 6 أقاليم أم إقليمين، لكن الأمر صار أمر واقع بالفعل. رئيس الدولة أعلن الفيدرالية بشكلها الجديد. هل يمكن أن نتوقع تصعيدا أكثر أم استقرارا أكبر؟ محمود العواضي من الرياض، أريد أن أستمع لوجهة نظري. يا محمود أهلا وسهلا. أهلا والله، تفضل. أهلا وسهلا. أول شيء أمسي عليك بالخير يا أهلا والأخوة المشاهدين. أهلا بك يا عزيزي. نؤيد الدولة الاتحادية الإقليمية وهي المخرج الوحيد لوضعنا الراهن، لأن اختيار الدولة الاتحادية ليس بالصدفة، إنما جاء في ظل ثورة شبابية وحوار وطني ضم جميع الناس والأطياف السياسية باليمن. أما بالنسبة لماذا لا يوجد استفتاء للمواطن اليمني؟ اولا وضعنا الراهن لا يسمح لاستفتاء، مثلا يعني لما يقول نبغى استفتاء لمواطن يمني في وضع راهن، كيف يعني نستطيع ان احنا نستفتي مثل هذه الاوضاع؟ طيب لكن هل من العدالة بصرف النظر عن الظروف المعيشية أو الأوضاع التي قلت أنها ربما تعيق الاستفتاء، هل من العدالة ألا يستفتى الشعب على قرار مصيري لهذه الدرجة، خاصة أن نسبة لا بأس بها معترضة واضح؟ بالنسبة يعني من العدالة، العدالة هي قطعت الثورة، قطعت الثورة وقدموا دماءهم وقدمنا شهداء. يعني على هذا الأساس إن ما نستطيع يعني نمحي ثورة شبابية 11 فبراير ونظل ندور استفتاء فيما بعد وين نودي حقوق الثورة والثوار. ولو فترة انتقالية ربما كما طرح البعض فكرة أنه ربما لا يكون الحل الأمثل، ولكن لفترة انتقالية ربما نريد أن ندعم هذا الحل لاستقرار ولو نسبي في اليمن. شكرا جزيلا يا محمود، الآراء كانت متوالية سواء على الهاتف أو على موقعنا bbcarabic.com صفحة نقطة حوار، صفحة شارك برأيك تحديدا يتابعها ويتابع صفحات تويتر وفيسبوك محمود القصاص زميلي منذ البداية. أعتقد تعليقات الجنوبيين هي الفيصل يا محمود في مشاركات اليوم، أليس كذلك؟ بالطبع محمد، اللافت للنظر هو كثرة التعليقات التي أرسل بها مشاركون من جنوب اليمن يعبرون فيها عن رفضهم لصيغة الدولة الفيدرالية في اليمن، لأنهم يرون أن أغلب أبناء الجنوب يريدون دولة مستقلة لا دولة اتحادية مع باقي أقاليم اليمن، وبالتالي يرون أن الصيغة الجديدة لليمن لن تحل المشكلة بل ستعقدها أكثر، خاصة وأنها قسمت جنوب اليمن إلى إقليمين وليس إقليما واحدا. مثلا عبد السلام الحسني كتب يقول لا يمكن للشماليين أن يحلوا مشاكلهم على حساب الجنوب، نحن في الجنوب لدينا دولة ودخلنا في مشروع اسمه الوحدة ثم فشل هذا المشروع، ويعرفون في الشمال جيدا أسباب الفشل. جمال الرطفاني يضيف أن اعتماد 6 أقاليم لن يكون حلا للمشكلة بل سيزيد الأمور تعقيدا، ونحن في الجنوب لن نقبل بالتقسيم، فالجنوب دولة وهوية وتاريخ وحضارة ولا يحق للإخوة في صنعاء أن يقوموا بتقسيمه. أبو جهاد يضيف لن يكون هناك استقرار والجنوب بأسره رافض وغير قابل إلا بالاستقلال
والتحرر. إليك محمد. السؤال وضع الجنوب، إذا كان عدد كبير من المشاركين من الجنوب يرفضون الصيغة الجديدة لليمن، التشكيلة الجديدة، لماذا لم يطرح الأمر الاستفتاء، فكرة الاستفتاء مرة أخرى؟ لا شك محمد هذه نقطة بالغة الأهمية وأشار إليها الكثيرون، وهي أنه كان ينبغي منح حق تقرير مصير الجنوبيين من خلال استفتاء شعبي عام، ولكن هذا لم يحدث. مثلا فواز الجحافي يعلق على هذه النقطة ويقول: ستؤدي الصيغة الجديدة إلى المزيد من التأزم، لأن التقسيم حدث وفقا لرغبات مراكز القوى التقليدية في صنعاء، وذلك علما بأن الحراك الجنوبي رفض الدخول في الحوار إلا على أساس ندي بين دولتين وعلى قاعدة تقرير المصير لشعب الجنوب. يضيف محمد: القضية الجنوبية لم تحل، شعب الجنوب طالما بفك الارتباط، ومع ذلك كانت لديهم القليل من القناعة في حال تمت الفدرالية على أساس أن الجنوب هو أقليم واحد، ولم يطلب جنوبي واحد بإقليمين للجنوب وبدون باب المندب. فارس الجابري: الهدف من الفدرالية هو إجهاض ثورة الجنوب السلمية المطالبة بحق تقرير المصير. نحن الجنوبيون لا نرضى إلا بالحرية والاستقلال واستعادة دولتنا في الجنوب. لكن منذ بداية الحلقة لا نستطيع أن ننكر بعض الأصوات التي ترى أن الفدرالية هي الحل، هل لهؤلاء وجود أو تواجد في المشاركات لديك؟ بالطبع محمد، هناك اتجاه مؤيد لإقامة دولة فدرالية في اليمن على أساس أن بقاء اليمن موحدا هو الوضع الأفضل لضمان الأمن والاستقرار في اليمن، خاصة أن هناك مشكلات أمنية كثيرة في مناطق مختلفة في الجنوب وغيره، وخاصة أن كل إقليم ستمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي. من هؤلاء منير باع عباد كتب يقول: في تقديري أن الدولة الفدرالية هي الحل الأسلم لمشاكل اليمن، وسعي تقويض التجربة الوليدة من الحراك الجنوبي أو من الحوثيين أو من النظام القديم لن ينجح طالما الرعاية الدولية قائمة. محمد اليافرسي يقول: هذا هو الحل الأسلم، يشير الفدرالية، فقد تمت مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل إقليم، كذلك يوجد في مخرجات الحوار أنه بعد دورتين انتخابيتين يحق لكل ولاية في إطار الإقليم الانضمام للمركز، كذلك يحق لأي إقليم أن يتحد مع أي إقليم آخر بعد إجراء استفتاء. على موقعنا كتب حسين بلاس يقول: الدولة الاتحادية هي الخيار الأنسب لليمن في الوقت الراهن، وأعتقد أنها ستنجح إذا تم تنفيذها حسب ما تناقلته الإعلام، وسائل الإعلام، عن السلطات الرسمية. إذن يبدو أن فكرة الدولة الاتحادية هي محل الخلاف الأبرز يا محمود. موضوع الحلقة وموضوع النقاش منذ البداية، لكن نقطة مهمة لم نشر إليها، فكرة إمكانية تطبيق هذا الأمر. يعني نحن نناقش الأمر بشكل نظري، لكن كيف يرى المشاركون عملية أو واقعية وإمكانية تطبيقه؟ لا شك أيضا محمد هذه نقطة أخرى بالغة الأهمية ومحل تساؤلات كثيرة، لأن هناك معارضة مسلحة من قبل الحوثيين، وهناك معارضة سلمية من قبل الحراك الجنوبي، وهناك أزمات سياسية واقتصادية كثيرة، فكيف يمكن للدولة فرض سلطاتها وهي مثقلة للمشكلات والصراعات والاشتباكات؟ مثلا أحمد المواشي كتب عن مشكلة الحوثيين يقول: من حق الحوثيين أن تكون لهم إطلالة بحرية على العالم، وخنقهم بهذه الطريقة المقصودة يمنع إيجاد كيان سياسي منفصل لهم. عبد الخالق ابن عبد المنعم يقول: السؤال الأهم هو ماذا بعد قرار تقسيم اليمن إلى أقاليم؟ ما هي ضمانات التنفيذ؟ نريد المضي بنظام الأقاليم، ولكن مع ضمانات تضمن فعلا صلاحيات كافية لكل إقليم لكي تبقى للفكرة معنى، لكي يمكن بالفعل تحويل اليمن إلى 6 أقاليم على أرض الواقع، وليس فقط مجرد فكرة أو مجرد صيغة سياسية واسعة لا علاقة لها بالواقع على الأرض في اليمن. شكرا جزيلا يا محمود. المزيد من المشاركات بالتأكيد أريد أن أستمع إليها منك لاحقا في متابعة ومشاركة أخرى قرب نهاية البرنامج، لكن الآراء تتوالى من صنعاء تحديدا عبر الأقمار الصناعية. ضيفي السيد محمد عبد المجيد قباطي، عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني ونائب رئيس تجمع مجد الجنوبي. سيد محمد أهلا بك. ضيفي في الجزء الأول من البرنامج تحدث كثيرا عن أن التقسيم الحالية ليست تقسيمة عادلة، هي ترسيخ لتحويل اليمن إلى مجتمع من أغنياء وفقراء، وتفتيت إلى كانتونات صغيرة تجعل الوحدة في خطر. مساء الخير لكل المشاهدين ولكم في البي بي سي. أخي، البعد التاريخي قبل لا ننساه. الشمال عندما استقل من الدولة العثمانية كان في البداية 4 ولايات، لكن ولاية راحت مع عسير، بقت 3 ولايات.
استمر الشمال على هذا النحو اللي هو قريب من التقسيم الآن الرباعي للشمال، كان هناك لواء صنعاء وهو يضم هذه المناطق تقريبا كلها، لواء تهامة ولواء تعز. لواء تعز كان يضم اللي هو حاليا لواء الجند. وهذا التقسيم حطوه الأتراك من نهاية القرن التاسع عشر، وبالتالي التقسيم له أسس اجتماعية تاريخية ديموغرافية جغرافية. هذا فيما يخص الشمال. طبعا بالنسبة للجنوب، نحن من الناس يعني في تيار مجد كنا نطالب بأن يبقى الجنوب، أن لا يقسم الجنوب. ومن هذا المنطلق كانت فكرة في البداية قبل أسبوعين من نهاية الحوار، كانت الفكرة أن هناك خمسة أقاليم، ونحن من الناس اللي كنا نقول لتكن خمسة أقاليم، أربعة في الشمال ويبقى الجنوب إقليم واحد. لكن تفاجأنا بعدين في قبل نهاية الحوار بحوالي أسبوع أو أسبوعين بالكثير أنه طرح مشروع ستة الأقاليم. أنا أريد أن أقول أن التقسيم ليس يعني نصا مقدسا. نأخذ تجربة الهند وهي دولة فيدرالية فتية الآن من دول العالم الثالث، مرت بثلاث تقسيمات بعد الاستقلال. وضع الدستور عام 49، بعدها بثمان سنوات عام 57، وبعدها بحوالي 19 سنة في عام 76. إذن هذه القضية مطروحة أيضا، حتى لجنة التقسيم أعطت فرصة بعد الدورة انتخابية واحدة للنظر في تعديل حدود الأقاليم، وأيضا حتى في تعديل حدود الولايات في إطار الأقاليم. لكن حجم الأطراد، الناس الذين يواجهوا حجم هذه القضية يا سيد محمد لا يبدو أنه سيهدأ كثيرا. ضيفي من الحوثيين قبلك تحدث عن أن ربما الحل الأبرز والأهم الآن من وجهة نظرهم سيتمثل في اللجوء إلى الشارع في الجنوب. هناك الكثير من الأصوات تدعو إلى ذلك، بل وما زالت تطالب بفكرة انفصال كلي. إذا كنتم لا تستطيعون ضمان فكرة البقاء في هيكل واحد بصرف النظر عن عدد الأقاليم، كيف تستطيعون فرض فكرة التقسيم لستة أقاليم الآن؟ أنا لا، القضية ليست قضية فرض. أريد أن أذكر بأنه قوى الهيمنة، قوى التسلط، قوى الفساد والإفساد في الشمال، عندما وقعنا على وثيقة العهد عام 94، هذه وثيقة العهد والاتفاق موقعين عليها، رفضوا في البداية. والرئيس دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس يتذكر دائما ويقول بأنه علي عبد الله صالح اتصل فيه في مساء نفس اليوم 18/94 وقال له قسم الجنوب كما تريد، وكان الاتفاق حينها على أن تتركب من المحافظات ما بين 4 إلى 7 مخاليف، يعني في حدود 4 إلى 7 أقاليم، نفس الفكرة. فهذه القوى، قوى الهيمنة، قوى التسلط، هي اللي رافضة. وهذا الدليل اليوم، شوف صحيفة أمس، هذه صحيفة اليمن اليوم، لهذه القوى الهيمنة الرئيس يعتمد رسميا تقسيم اليمن، كأننا سنمزق اليمن. أنا أعرف إيش اللي كان يدور وماذا يدور، وهذه القوى لا تريد أن تتخلص من سيطرتها، من الهيمنة، من الفساد والإفساد. طيب، لأنه من وجهة نظرها الشكل الجديد حتى بني على الجزء الجنوبي الذي أيضا من وجهة نظر كثيرين هو محتل أو ضم قصرا بعد حرب ظالمة من وجهة نظر العديد من أبناء الجنوب. سأعود لهذه النقطة أرجوك، بالتأكيد سأعود لهذه النقطة، لكن اسمح لي أن أشارك بعض المتصلين هاتفيا لكي أتعرف على وجهة نظرهم. عبد العزيز يمني لكن يقيم في الكويت. يا عبد العزيز اتفضل. يا عبد العزيز تفضل. تفضل، أنت على الهواء، اطرح وجهة نظرك في الشكل الجديد للدولة اليمنية. منذ بداية الحلقة هناك من يقول إنه يعني المزيد من الاستقرار للبلد، ومن يقول إنه سيتسبب في المزيد من الانقسام والتفتيت. أخي الكريم، تقريبا أن الشعب الجنوبي 80% من الشعب الجنوبي لا يعترف بشيء اسمه الحوار. هذه أول نقطة. ثانيا، أن مخرجية الحوار أن تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم سيدخلها في صراع في موجة، ونفس الموجة اللي كانت من قبل في عهد علي عبد الله صالح، من حروب ومن نهب ومن سلب. فأنا من رأي يعني رأي ورأي الشعب الجنوبي أغلبيته يؤيد فك الارتباط. يؤيد فك الارتباط.
طيب اذا كان هذا رايك يا عبد العزيز وراي بعض الاشخاص الاخرين، لماذا لا يخضع الامر بمجمله يا سيد محمد لاستفتاء مثلا؟ لماذا لا يستفتى اليمنيون على مصير بلدهم؟ اخي، بعد دوره انتخابيه واحده اريد ان اؤكد ان هناك، وهذا هو شبه استفتاء، اذا كان اكثر من ثلثي اعضاء مجلس المحافظه او الولايه اختاروا انهم ينسحبوا، لهم الحق انهم ينسحبوا، وبامكان القوى التي هي معارضه من اهلنا في الجنوب لهذا الشكل، سواء كان الناس الذي يطالبوا بان الاقليمين يصبحوا اقليم واحد جنوبي، او الذين يطالبون بفك الارتباط، بامكانهم من خلال العمل الديمقراطي ان يحوز على أغلبية في هذه المجالس. طيب لماذا بعد دورة واحدة؟ هذه المجالس لماذا بعد دورة واحدة يا سيد محمد؟ لماذا ليس الآن؟ لماذا لا يستفتى اليمنيون الآن؟ لأنه بعد دورة واحدة من أجل أن نسوي الملعب حقيقة، لأنه حتى الآن قوائم الانتخابات غير صحيحة، أمور كثيرة غير صحيحة، وبالتالي يجب أن نعطي الآخرين الفرصة في أن يرتبوا أمورهم ويكون في رأي للمواطنين. أريد أن أشير في هذا الجانب أن الجنوب لم يخرج خاسرا، حتى دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس قال بأنه ما أنجز فيه كثير من الإيجابيات. أريد أن أؤكد هنا أن الجنوب خرج بمناصفة بندية، دولة من كيانين من مكونين في المركز، بالمناصفة على صعيد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي كل الهيئات المستقلة. طيب. وفي أيضا قيادة القوات المسلحة والأمن. طيب. وبجانب هذا الأقاليم الجنوبية تدير شؤونها لوحدها. طيب استمع إلى وجهة نظر وضح، أرجوك وضح، يتحدث من عدن، وأريد أن أعرف هل يتفق معك في الطرح الذي قدمته أم لا. يا وضح تفضل. مساء النور اخواني في البي بي سي، واشكرك واشكر جميع الضيوف في الام بي سي. مساء الانوار في البي بي سي. اهلا. اريد اسالك سؤال يا اخي، لو كان مديرك مثلا سار قلبة امانه انت بتترك عنده راتبك او شيء اكيد بتقول صح ولا لا؟ نحن من عام 2007 في الجنوب اوكي مطالبين في الاستقلال من الشمال، يعني ما يهمنا حوار ولا يهمنا اي شيء الا الاستقلال من الشمال، الاستقلال يكون على اي مكان عليه، نحن خرجنا سلمين وقتلنا وضربنا وقصفنا وفصلنا من وظائفنا. اوكي؟ والشماليين هم متفرقين يعني علينا، كلهم من الشعب او من القياده او من كل شيء، يعني تعاملوا معنا كان احنا درجه 20 بعد حرب عام 94. الشعب الجنوبي باكمله واكثره يعني مطالبين بفك الارتباط، احنا ما يعنينا الفدراليه. طب لكن في بعض القيادات والاصوات تطالب بالعكس يا وضاح، وتقدم طرح الفدراليه مثل ما قدمه السيد محمد هنا على الاقل كطرح وقتي حتى. يا استاذي، نحن اللي في الجنوب نحن نعرف نخرج مظاهرات المئات الالاف بالملايين توصل، نحن مطالبين بفك الارتباط، راني علينا حوار، صنعاء لا يعنينا الاقاليم، لانهم نفس السرق ونفس السرق وفلوسهم نفسها، الوجوه هي نفسها، ما تغير شيء، مكانها نقطه، ايش سووا لنا من حل مثلا؟ هل رجعت اراضينا؟ هل رجعوا لنا وظائفنا؟ طيب يعني هذا كل الحوار هذا كله بس كذب في كذب، انا اشاهده. طيب. يعني انا وغيري من الجنوبيين. وضح، شكرا جزيلا. شكرا يا وضح. سيد محمد، كيف ستتعاملون مع اصوات مثل وضاح، او بطريقه اخرى كيف ستطبق الفيدرالية عمليا؟ يعني اعطيني خطوات. انا اتفق مع كثير مما قال وضاح، للاسف طوال الفتره الماضيه منذ يعني بدايه الحوار او حتى ما قبل الحوار، نحن كنا نطالب بخطوات اجرائيه على الارض لكي يشعر الجنوب بانه تعاد له حقوقه والكثير من الضيم، لكن للاسف قوى الهيمنة لا زالت مسيطرة هنا وأربكت المشهد بالكامل ولم يستطيع. لكن نحن الآن مطروح ضمن مخرجات الحوار أنه خلال الستة الأشهر الأولى يجب أن تنفذ 31 نقطة التي نحن مع مطالب أهلنا والناس اللي ظلمنا، ونقول أيوة يجب أن يتم إنجاز هذه الأشياء، لكن المطلب شيء والواقع شيء آخر. نحن ندرك هذه القوى الآن التي تعارض أي استقرار، ضربت الكهرباء، ضربت الأنابيب النفط، كل يوم تقتل أهلنا في الجنوب من الضباط، لكن هل بإمكاننا أن ننجز؟ أنا إذا 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 بإمكان إخوتي الباقيين، إذا بإمكان أنهم يحققوا فك الارتباط فليكن، لكن نحن نعمل في إطار الممكن الآن، والآخرين إذا بإمكانهم أن يحققوا فك الارتباط فليكن،
لكن نحن نعرف أن القوى الدولية والقوى الإقليمية تقول أن هذا المكان لابد من وجود استقرار فيه، وهذا الاستقرار يقتضي بأن يبقى هذا الركن من الجزيرة العربية في كيان واحد. طيب ما هي تمكنا من أن نحقق بأن المشاركة بالمناصفة الندية الندية بالكامل بين الشمال والجنوب أيضاً. طيب القوى الإقليمية هذه معضلة أيضا، لأن هناك من يشكك كثيرا في الشكل الذي خرجت به الدولة في اليمن، الضغوط التي تعرضتم لها من دول إقليمية مختلفة خاصة المملكة العربية السعودية، والنتيجة أن القرار ليس قراركم والشكل لا يخدم مصلحة اليمنيين وإنما يخدم مصالح سعودية بحتة. هذه النقطة نقطة مهمة سأعود إليها، لكن أستمع بإيجاز شديد. خلينا أجيب عليها يا أخي. سأعود إليها لكن أستمع إلى رشاد عليها. ستجيب. أستمع إلى رشاد من جدة. سريعا يا رشاد أرجوك. عليكم. عليكم السلام، أهلا. هذه قرارات يا أستاذ الكريم لا تخص شعب الجنوب، يعني أولا يعني هذه قرارات اتخذت في 29 يناير وخرجت في 11 فبراير، يعني في 10 أيام تحل دولة. هذه قضية لا يمكن أن يعني يتوافق عليها الجنوبيين. الجنوبيين خرجوا يريدوا الاستقلال، يريدوا التحرير من هذا الاحتلال. حقيقة يعني الجنوب هم مش حتى في التمثيل لم يكون هناك تمثيل حقيقي. عندما أتى جمال بن عمر يا أستاذ الكريم ذهب إلى القاهرة، ذهب إلى دبي مع القيادات الأساسية، عندما رأى أن هناك لا توافق مع القوى التقليدية آرائهم، يعني عاد مرة ثانية إلى صنعاء وأتى بوجوه مستنسخة ليمثل الجنوب. هذا التفاف على القضية الجنوبية. فبالتالي يعني لماذا من يعني الذي يحرك الأمر إذن يا رشاد؟ من الذي يحرك الأمر إذن إن لم يكن قيادات الجنوب من وجهة نظرك؟ القيادات الجنوبية الفاعلة التي نعرف أنها لها دور رئيسي وهم يعرفون ذلك. الآن هذه القيادات التي أتوا بها يعني أتت بأمر رئاسي من علي عبد ربه منصور هادي، يعني لكي يمشوا تلك القرارات التي تم التوافق عليها. فبالتالي الآن عندما نأتي لهذه القرارات يعني لا تهم شعب الجنوب يعني أستاذ الكريم. نحن نعرف أن عندما رفضت هالقرارات أتوا بقرارات جديدة، يعني قرارات بدها معدم مسبقا. وهل حل القضية الجنوبية؟ أنا أطرح الأستاذ محمد، هو تبكيت الجنوب، دخول الجنوب في صراع داخلي، يعني نقل الصراع من شمالي جنوبي إلى جنوبي جنوبي. طيب. لماذا حل القضية الجنوبية يكمن في اليمين؟ مفهوم يا رشاد، النقطة واضحة، النقطة واضحة. شكرا يا رشاد. سيد محمد، كنت تريد التعقيب على مثل نقطة الضغوط. أول حاجة في موضوع القوى الإقليمية وهذا، نحن نقول بأنه للأسف كجنوبيين مثل ما قال دورة الرئيس حيدر بكر العطاس، لم نستطيع أن ننسق مواقفنا معا لكي يبقى الجنوب إقليم واحد، ونحن لازلنا في إطار هذه الرغبة، وبالإمكان خلال الدورة القادمة أن ينتقل الإقليمين إلى إقليم واحد بعد دورة واحدة. لكن أريد أن أقول القوى المهيمنة هنا والقوى الرافضة للدولة المدنية، يا عزيزي كان واضح أن هناك رفض، يعني الوحدة 94 ضربت لأنه هذه القوات ترفض دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات. أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا خرجت به، وهو كان ربما مفاجأة للكثيرين. شوف، أقروا بأنه سيكون هناك غير إقليم عدن، ستكون هناك يعني ولاية عدن أو عدن الكبرى، وسيعطى لها، هذا سيكون مشروع ريادي، ستكون لولاية عدن سلطات تشريعية وتنفيذية بحيث أنها تبقى نموذج للصلاحيات الفيدرالية. وهذا الشيء اللي كان ربما لو استقر الجنوب عليه عام 67 عندما كانت ولاية عدن في إطار اتحاد الجنوب العربي تقدم النموذج للدولة المدنية. طيب. التي على ضوءها تصاغ بقية الأقاليم والولايات. تمام. هذا هو المدخل. لأنه حتى هذه الفيدرالية أنا أتفق أنه لا يمكن تنفيذها في بعض الأقاليم. تمام. ليست هناك بنية تحتية ولا هناك أيضا يعني كوادر، ومطلوب رفع. طيب. قدرات في كل الاتجاهات. شكرا جزيلا يا سيد محمد، وجهة النظر واضحة. وعذرا لمقاطعتك لأن تقريبا الوقت انتهى. سيد محمد عبد المجيد قباطي، عضو مؤتمر الحوار الوطني ونائب رئيس تجمع مجد الجنوبي، كان معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. سريعا جدا أتحول إلى آخر المتصلين ربما لأنه صار له وقت منتظر، الدكتور سيف الجحافي الأمين العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. أتفضل يا دكتور بإجاز أرجوك، وعذرا لانتظارك كل هذا الوقت. شكرا جزيلا. أولا دكتور محمد عبد المجيد قباطي بحكم أصوله الشمالية يميل للشمال أكثر من الجنوب للأسف الشديد، وأنا أعتبره جنوبي. الحوار يا أخي لم يشارك الجنوبيين بالحوار إطلاقا، وبالتالي هم غير ملزمين بتنفيذ أي مخرجات
شعب الجنوب عبر عن مطلبه في استعارة دولة حرة مستقلة من خلال 10 مهرجانات مليونية كان آخرها في الضالع عندما شيع الجنوبيون 22 شهيد سقطوا في مجزرة سناح عندما استهدفت قوات الاحتلال مخيم عزاء وسط طمس دولي وهكذا يقتل الشماليون الجنوبيين دون عقاب يمر كل المجرمين دون عقاب هناك مثقفون شماليون للأسف الشديد يؤيدوا القتل إلى حد أنه أحد دكاترة جامعة صنعاء الحاضري يؤيد ضرب المواطنين بهذه الطريقة طيب. من أجل أن تثبت الدولة هيبتها ثورة سلمية نطالب من حقنا في تغيير مصيرنا باستعادة طيب. الدولة التي احتلها الشمالي في عام 94 طيب دكتور سيف شكرا جزيلا عذرا بشدة للمقاطعة الوقت انتهى للأسف لم يبقى إلا عودة سريعة جدا إلى محمود القصاص لكي أستعرض بعض من المشاركات الواردة لديه يا محمود محمد عليك مجموعة من المشاركات التي وصلت منذ قليل مشاركة على الفيسبوك من علي سعيد يقول فيها الحل الوحيد في اليمن هو فك الارتباط بين الجنوب والشمال ولن يقبل الجنوبيون بغير ذلك على تويتر مجموعة من المشاركات أحمد مواشي يقول الفيدرالية بصيغتها الحالية ستشعل حروبا أهلية لاقتسام الثروات والمنافذ لأن اليمن كله مسلح ولن يتفق اليمنيون على الفيدرالية أخيرا علي البشير يقول هذا القرار فرصة العمر لشعب اليمن تحقيق الأمن والأمان والسلام إذا صدقت النوايا وكانت كلمة اليمن فوق الانتماء والتوجه القبلي إليك محمد شكرا جزيلا يا محمود على هذه المشاركات المشاركات يمكن أن تتواصل على موقعنا bbcarabic.com عن حلقة اليوم لكن غدا الخميس حلقة مميزة وخاصة في نقطة حوار نناقش معكم موضوع التمييز بسبب لون البشرة على ضوء تجربة الطيارة السعودية نوال الهساوي قصتها اشتهرت كثيرا مؤخرا وابتكرت بعد أن تعرضت لإهانة مباشرة بسبب لون بشرتها اسلوبا جديدا لمواجهة السلوك العنصري الذي واجهت سنتعرف على تجربتها ورأيكم في موضوع التمييز على أساس اللون شكرا جزيلا تحياتي محمد عبد الحميد